الو، السلام عليكم خوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم، كلشي بخير، الصحة لاباس عليكم. معكم رضوان، انا جيتكم فيديو جديد ان شاء الله، نتمنى يكون يعجبكم. حنا دابا كنتسراو في مدينة في المانيا، سميتها مدينة أروع باد المدن. هارسبورغ، من اروع المدن اللي كتعجبني، ونتمنى تعجبكم حتى نتوما. يلا نبداو. لا بابا لا شمس تبقى سلولة. شوفوا المناظر، هذه منطقة جبلية، منطقة جبلية، والجو ديالها نقي، كيجيو الناس يتسراو فيها بزاف ويرتاحوا فيها، مع انها مدينة شوية صغيرة ماشي كبيرة. هذا نادي، هذا شتي؟ وهنا منطقة معروفة، منطقة سياحية معروفة بريستورات، أنواع كاع ريستورات الإيطاليين وكل شيء، وبيتزا وكل شيء، مناطق يعني من تعجبكم. هذه قهوة إيطالية موجودة هنايا وسط الساحة، مويها، شوفوا المياه في المطر كتقال مويها. هنا اللي بغا يتبرع تمشي تجيلاتو ولا ريستوران، ولا ريستوران اللي كاين هنايا، كاينين لوطيلات. ما الدور كتقلم ميها، ولا عندك الوليدات يجيو يلعبو، هاي الولاد ديالي هما في كيلعبو يجريو كما كتشوفو، يعني كاين تواسع فين يلعبو الدراري الصغار. موجود الخير هنايا، فوالا، يعني مناطق خلابة. هادشي اللي كنديروه غير باش الناس يعرفوا، يشوفوا ثقافات اخرى ويشوفوا اماكن جديدة بالنسبة لهم. عارفين كل اللي ما عندوش الجهد باش يجي هنا لالمانيا، ولكن حنا كاين غير باش كنثقفوا الناس ونوريهم الاماكن الجديده في مناطق اخرى. شوفوا معايا هذا المنظر، هذا شحال زوين، هانتوما شوفوا الشجره هذه كيفاش دايره. المناظر والطبيعات والبحيرات، فما هاد البلاصة معروفة بالمياه، يعني كثرة المياه ما كيطيح فيها الثلج بزاف، يعني كل ما كيتجمع وكي معروفة بالمديلة. هادي عاوتاني البلاصة في كيلعبو الجولف كما كتشوفو معايا هنايا، هادي خاصة بالجولف، ميني جولف، فوالا كما كتشوفو الناس كيلعبو الجولف. ميني جولف، يعني منطقة مرتاحة ما فيها لا مشاكل والهدوء، وما كاينش البشر بزاف، يعني منطقة للراحة. حتى أنا معروفة بأوتيلات الاستجمام.
المهم نزل ألمانيا قدروا يعرفوها قدروا ما يعرفوهاش، مدينة باد هارسبورغ، يعني مدينة معروفة بالمناظر الخلابة ديالها والطبيعة. هي ألمانيا كلها في المناظر الخلابة، بس لكن هذه اللي بغى يبدل، وحتى المغاربة اللي بغى يجي يزور باد هارسبورغ مرحبا به. هذه الجردة أكبر جردة عندهم هنايا باد هارسبورغ، هيا شوفوا الطبيعة، وما كاينش هاو داكشي منظم. شوفوا الجردة كيفاش منظمة بنظام، مكاينش اللي يطلع في الجردة، كلشي منظم هنا كما كتشوفوا معانا. وتاني هنايا فوالا اللي بغا يجي يطريد مع راسو سبور. طبعا عندكم بلاصة ديال في كيديرو السبور، دير ليهم بلاصة أنا خاصة بالسبور. فوالا شوف معايا الجردة شحال كبيرة. فوالا البلاصة هنايا خاصة بالسبور الرياضة، الناس ديال الرياضة، الناس هادو معروفين عندهم سبور بزاف، إلا مدارو سبور شي حاجة ناقصاهم كما كتشوفو معايا هنا. هادي ديال الظهر مساج، فوالا هادي تاهي، فوالا هادي تاهي ماشيت. كورو كيفاش تستعملها، طريقة الاستعمال كما كتشوفوا معايا سبور. عندك فين تجري، عندك يعني عندك مسافات والهواء نقي، ما فيش غير ماشي ملوث. الاطفال كيلعبونا هناو تاني هنايا فوالا كيما كتشوفو عاود تاني الماشين ديال السبور هنايا فوالا. نزيدو نوريكم مازال بلاصة أخرى عاود تاني منطقة جبلية كما قلت لكم دايرة بالجبال وسط الجبال. شوفو هنا الناس كيديرو بيكنيك ديالهم فوالا بيكنيك فوالا. فوالا فوالا والماء كما قلت لكم الماء كما كتمشيو تلقاو الدور تلقاو الماء فوالا سمو الميها شتو فوالا مهرجة هنا عاوتاني فوالا
المياه العذبة كما كتشوفوا، يعني بلا ما نشرح لكم كلشي باين هنا. فكيجيو يديرو صحاب السبور هنايا دوك الناس الكبار، دابا غير ما مصوبيناش كيعمروا بالماء، وكيجيو الناس يبقاو يتمشاو هنايا اللي ما كيتمشاوش باش يديرو شويه مساج رجليهم. فوالا وديك البلاصه راه كاين المسبح تمايا، وهنا بلاصه ديال اللي كيتمشاو ديال هو كيتمشاو عفيانين يعني، وبقاو غاديين فوق هادشي باش رجليهم كيديرو ليها مساج. فوالا هاد البلاصه هادي شتوهم، كيدير لهم جميع الانواع ديال التراب الحجار كله هذا كيتمشاو به على رجليهم باش كيحسوا باي حاجه كيحسوا بها في رجليهم، منها مساج ومن هنا كتعرفوا على الماده كما كتشوف. فوالا نتمنى تكون هذه الجوله اللي درت اليوم تكون عجبتكم وراقتكم، و الى عجبتكم ديروا لايك ما تنساوش خوكم. يلا السلام عليكم، تبارك الله عليكم.